خطر كبير يهدد الانتخابات الأمريكية القادمة، ومقاطع فيديو قد تبدل توجهات الناخبين لتجعل الفوز حليف من يتقن استخدامها. فالسباق الرئاسي الأمريكي اقترب، لكن يبدو أنه سيكون هذه المرة مختلفاً، مع صعود لاعب جديد ومثير للجدل على الساحة السياسية، ألا وهو التزييف العميق للذكاء الاصطناعي أو تقنية ديب فيك، وقد يصعب على الناخبين التمييز بين ما هو حقيقي أو مزيف منها، ومن المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على نتائج العمليات الانتخابية. ما يجعلنا نتساءل، من سيغتنم هذه الأداة القوية ويستخدمها لتعزيز أجنداته الخاصة؟ ظهرت بعض التزييفات العميقة لشخصيات سياسية في السنوات الأخيرة، مثل رسالة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطلب فيها من قواته الاستسلام. ما شارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنفسه مقطع فيديو تم التلاعب به لمذيع شبكة CNN أندرسون كوبر على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به تروث سوشال في وقت سابق. ولا تحتاج تقنيات التزييف العميق إلى المشاركة في الانتخابات حتى تتسبب في تعطيلها، لأن البئر قد تم تسميمها منذ الآن بفكرة أن أي شيء يمكن أن يكون مزيفاً، ما يوفر عذراً مفيداً في حال ظهور أي أمر غير مريح للناخبين، وبالتالي رفض الانتخابات لكونها مزيفة. وإذا كانت الكثير من الأموال تستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، فلا ينفق الكثير في المقابل على إيجاد طرق لمنع انتشار هذا النوع من المعلومات المضللة أو التحقق منها. ولك أن تتخيل كيف يمكن لمؤيدي ترامب أو أنصار بايدن استخدام هذه التكنولوجيا لجعل الخصم يبدو سيئاً. وحتى الآن كان الإعلان السياسي البارز الوحيد الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة هو إعلان نشرته اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ومدته 30 ثانية، استخدم صوراً مزيفة للإشارة إلى سيناريو كارثي في حالة إعادة انتخاب بايدن، مع غزو الصين لتايوان وإغلاق سان فرانسيسكو بسبب الجريمة. وبحسب خبراء في الذكاء الاصطناعي، ليس الأمر مجرد تطورات تكنولوجية، بل المشاعر القوية التي تثيرها بين الناخبين، والذين شعر بعضهم أنهم تعرضوا للتضليل، ما ساهم في اهتزاز ثقتهم بوسائل الإعلام والسياسيين، بينما أفاد آخرون أنهم يشعرون بالغضب لأن المحتوى المزيف أثر على قناعاتهم الحالية وفقا لرويترز، فتزايدت المخاوف بشأن التأثير المحتمل. وإذا كانت تقنية ديب فيك بلا شك تفرض تحديات جديدة على المشهد السياسي في الانتخابات المقبلة، فإن مدى التهديد الذي تشكله لا يزال مجهولاً. وأنتم ما رأيكم؟ في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.